وأساس الملة التوحيد والعقيدة الآن بتضيع، بضيعوها كل الفرق والأحزاب والجماعات. عشان كده كانت المحاضرة دي بعنوان ولا تتبع السبل، والسبل يعني الطرق، وهذه الطرق والسبل والأحزاب والجماعات أضاعت الإسلام في قلوب كثير من الناس. فالصوفية مثلا بجميع طرقها، تجانية، سمانية، قادرية، شاذلية، برهانية، ختمية إلى آخر، ادعت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد الخلق عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح. شووا بها سمعة الإسلام، وكان منهاج هؤلاء الإخوان المسلمين عامة ومنهاج الحركة الإسلامية خاصة خصما على المسلمين في كثير من الحين. والسرورية خاصة عبد الحي يوسف وجماعته جابوه مبارح ده وجا قال يحذر من داعش. هو منهجه كمنهج ومنهج داعش ذاته، ولكن من باب الشينة منكورة جاي يحذر من داعش بعد ما أصلا نحن تكلمنا عن داعش لا أقول بما فيه الكفاية ولكن إلى حد ما من الغاية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل. فالرجل ده عبد الحي يوسف منهجه منحرف تماما عن المنهج الصحيح. وعبد الحي يوسف ما هو إلا بوق ينفخ فيه من فم سيد قطب. سيد قطب رجل تكفيري ورجل تفجيري ورجل جعل طريقه طريق الإخوان المسلمين، ما قام كما قال سيد قطب نفسه إلا على الدماء والجماجم والأشلاء والعظام والقتل والتشريد. وعبد الحي يوسف الليلة بيمدح سيد قطب الليل والنهار في قناته وإذاعته الخبيثة التي أسموها زورا وكذبا بطيبة وهي خبيثة. أسأل الله عز وجل أن يجتثها من الأرض. خلاص. وكذلك إذا نظرت لأنصار السنة ذاتهم قاعدين يبرطعوا في الجامعة دي، سجم رماد، دكتور حسان، ومين ما أعرف ليك، ديل كلهم فشلة، وما هم إلا نسخة أخرى بالكربون الجديد لجماعة الأخوان المسلمين. أنصار السنة بجميع شقوقها، جميع الكتاب سنة صفوجية، أنصار السنة جناح بزيد، أنصار السنة جناح بهدية، جناح مجكو، كلهم ذيل نسخة بالكربون الجديد من جماعة الأخوان المسلمين. الخلاصة شنو؟ وإنتوا ذاتكم جاي من وين؟ إنتوا جاي من وين؟ كتاب الله وسنة رسوله. لكن ما بقول أخونا ذا وأنا وبكر شهاب فلان داخلين الجنة، ممكن ندخل النار أول ناس بالمناسبة، ده كأشخاص. لكن بنقول كمنهج، طالما منهجنا هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة وسلف الأمة، ده منهج الله البودي جنة الله. ونتحدى جميع الأحزاب، الأحزاب اللي مادي عجزت عن المناظرات والحاجات دي، بقت تفتح بلاغات في الشرطة. امبارح أنا من 8 صباحا لحد 5 مساء في أقسام الشرطة. اللمين ما عنده أي علاقة بالدين، ضيفوا معاك بلاغ رقم 7، ما عنده أي بلاغ علاقة مع الدين الإسلامي، فاتح بلاغات وشغال بلاغات ليه؟ لأنه عجز عن مقارعة الحجة بالحجة. والشغل ده ما بيتحلى ببلاغات، الشغل ده بيتحلى بكتاب وسنة. تترزع تقعد يا صوفي ونناظرك بالكتاب والسنة وتنجغم وتقوم تتخارج، ده الموضوع كده. خلاص. فالحل والخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم لخصها في كلمة واحدة، أنا أختم بها عشان نشوف الأسئلة. كلمة واحدة، لأنه في طالب الآن بيكون راسه ضارب، يقول له اكتب حذرتونا من أنصار السنة، حذرتونا من الصوفية والتجانية سمانية ختمية إلى آخره، حذرتونا من الكيزان شعب ليبيا كله، حذرتونا من البتاع كله، أن نمشي وين؟ ما تمشي أنت، وأنت اللي تبقى ضنب، والضنب ده في الضب، أول ما الضب يتعصر أول حاجة بيجازف فيها الضنب، أنت ضنب؟ يا أخي مالك أنت؟ إلا تبقى ضنب، إلا بس تبقى ضنب تتابع عليك زول كده يفهم أنت. منو قال لك أبقى ضنب؟ منو؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل منو الفرقة الناجية يا رسول الله؟ طالما قلت لنا كل الفرق دي في النار في واحدة بس داخل الجنة، منو هي؟ منو؟ ما حدد اسم ليها، لاحظت؟ ولا حدد زول انت تبقى له ضنب من دون النبي صلى الله عليه وسلم تتابعه يعني، والخلفاء الأربعة تتابعه، لكن زول آخر تبقى له ضنب ساكت ما حدد. قيل من؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى الكان عليه الرسول شنو؟ القرآن والسنة بفهم الصحابة. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم لخص في كلمة قال فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. هل ده الاختلاف ولا ده ما هو؟ ده الاختلاف ذاته. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، امسكها قوي. قالوا مشدد امسك قوي، قالوا مطرف امسك قوي، قالوا معقد امسك قوي، ما تشتغل بالناس. وبتاع اللوري كاتب لك من راقب الناس ما تهمن، بتاع اللوري ما عليك بالناس. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. انتهى الطريق، ده الطريق، أن هذا صراطي مستقيما يا هندي، ولا تتبعوا السبل يا هنديل، حذرناك منهم. ونا ما قعدنا نخاف من أي زول، أي زول كلامه ده ما عجبه يجي يقول، ما عجبه يجي يقول كلامكم ده باطل. عبد الحي ما قال، هو ده قال عبد الحي، عبد الحي ذاته لما تكتب معاه وقاعد يمشي يفتح بلاغ وين في الأمن وبتاع بيبلغ فينا نحن، ما بيقدر يواجه، ما بيقدر يواجه، لأنه الحمد لله الجبخانة موجودة، مو جبخانة يعني رصاص، خلاص الأسلحة كلها موجودة، كتاب وسنة موجودة موجهة. وقفت عبد الحي قدام بتتخرج، بالكتاب والسنة ما في حاجة تانية، ما بيقدر يجيب قدامنا، يمشي يطعنوا بجاي ونادوك بجاي واستجوابات وعبد الحي جانا ما يجيك، وتاني بيجيك ولا ما بخليه، ما بخليه لأنه زول مجرم مبتدع ضال، ضلل الشباب وضيع الشباب وغزلهم الأفكار المضطرفة التي تؤدي إلى الغلو في الدين. وان صار السنة ذل الآن مع عبد الحي، أنا لما لفت الكتاب قالوا لك شيخ وقر قبيل أول ناس استحضروا وان صار السنة، أول ناس جيت هنا كان قبل كم سنتين في المحل ذاته، مش كان ولا قبل كم سنتين ولا سنتين ونص، عملت محاضرة الوقت ده كان لسه نسكلتش أنصار سنة نسكلتش سلفي، فقام نادوني في مكتبة، مش في مكتبة بجاي جنب الجامع ده، كانوا مسيطرين على رصيم مجلة البيان، وده حق التكفيرين ذاته مجلة البيان، تخيل دي حق الدين، دي حق التكفيرين، رصينا قال جبنا كتب إسلامية، دي كتب تكفيرية تفجيرية. نادوني واحد اسمه دكتور مين حسان ولا حسون، المهم حاجة كده، ومسك الراس، أها أنت جاب استجوابات، جابك من هنا وجيت الساعة كم وجاي لي جاي لك انت بس، وتاني جيتك وتاني بجيك ان شاء الله، لانه ذي الناس ضيعوا الدين يا اخي، ضيعوا الدين باسم السلفيه، هم سلفيه منهم براء، وانا بحذرك منهم من صار السنه دي كلهم من صار السنه، احذرك منهم تماما وكل الطوائف دي. يا اخي ربنا قال ما تبقى تابع لاي طائفه، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، حرام تتابع جماعة ولا طائفة، حرام عديل. أول ما تتابع جماعة ولا حزب أنت فارقت الدرب بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم. دي الخلاصة بتاعت المحاضرة دي، والله تعالى أعلم وأحكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المشايخ كلماتهم التي ألقوها على مسامعنا، وأن ينفع بها الحضور، وأن ينفع بها الجميع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أستميح الشيخ في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلينا. سائل يقول ما هي كتب تفسير القرآن التي هي على منهج السلف؟ سئل هذا السؤال للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فأجاب، كتاب
تفسير جامع البيان المسمى والمشهور بتفسير الطبري للإمام الطبري، وده أفضل تفسير الآن مصنف موجود على وجه الأرض، تفسير الطبري. ثم بعد ذلك قال وتفسير ابن كثير وتفسير الإمام البغوي وتفسير السعدي، ويضاف إليه أيضا، نضيف إليه أيضا تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي عليهم جميعا رحمة الله، لتفاسير سلفية حتى في باب الأسماء والصفات، شنو تفاسير صحيحة. في باقي تفاسير جزء فيها كبير كويس، لكن عندهم بعض الزلات والهنات في مسألة الأسماء والصفات. أما ما يسمى بكتاب الظلال، ظلال القرآن قال سماه كده، هو ليس يتغطب، ده كتاب باطل، باطل تماما والله العظيم جدا. ومن قرأ مجلد ميكي فهو قد أضاع وقته، ولكنه خير ممن قرأ تفسير الظلال. ما بيوسى قرأه حرام، لأنه بيشتم فيه نبي الله موسى، يبقى حلال كيف؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ويصف فيه الأنبياء والرسل، نبي الله داود وسليمان عليهم جميعا الصلاة والسلام، ويصف فيه الصحابة، وينكر فيه بعض العقائد التي أثبتها الله عز وجل، بعض الأمور التي هي من العقيدة التي أثبتها الله عز وجل في القرآن وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فده زول ضال وزول جاهل ما عنده علاقة بالكتاب والسنة، سيد قطب وكذلك حسن البنا وذيل شيوخ الترابي، ده ما كتاب تقرأه أصلا. مدحوا الدكتور محمد الأمين إسماعيل، وده بجيبوا لكم أنصار السنة هنا، وده برضو أخو مسلم، منهج منهج الأخوان المسلمين، منهج باطل ورجل منهج عاطل. محمد الأمين إسماعيل ما أي زول عنده دقن يا جماعة نافع، ما أي زول عنده دقن نافع، دي قاعدة خدتها معك. وما أي زول لبس له عمة 5 متر عنده دين أو نافع، نازل الناس فشلة وناس ضالين مبتدعة، والله الذي لا إله غيره. أحذر هؤلاء، هؤلاء الحزبيين تسمع كلامهم ده مرقوق بكرة في الصومال، يمرقوك وين في مالي، بس تسمع المنهج بتاعهم ده، هؤلاء الحكام وطواغيت وشجر الغرقت وصنيعة اليهود، بكرة بتمرق في مالي تجي أضانك ما فيش ولا جهاد ولا حاجة ولا عنده علاقة بالجهاد، أو تمشي ليبيا زي ودب زيدة يقتلوك هناك تفجر نفسك، المهم ربنا يعلم به، وهذا جهاد، ده إفساد ما عنده علاقة مع الجهاد أصلا، أصلا ما عنده علاقة مع الجهاد. أنت بتمشي تقتل مسلمين يكون جهاد كيف؟ هذا الآن مع الحور العين، وين ده؟ ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، الله قال كده. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك، فوالذي نفسي بيده لحرمة المسلم أعظم عند الله حرمة منك، من الكعبة ذات. تمشي تقتل المسلمين تقول لي مجاهد في سبيل الله وشهيد وقاعد مع الحور، لا شغل بتاع كيزان، لكن بيدقون بس، ده كله كلام باطل وما عنده أي علاقة مع الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا أو هدم منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، إن الدسيت في الظلمة دي حقتكم دي، عسى الله ينورها كلها خلاص، يعني في خفافيش تطلع من تحت الظلمة دي ذاتها، ما عارف بيسوي شنو. خلاص إذا وقفت في ظلمة ودسيت لصاحبك جا قلت له وه هجمته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من روع مؤمنا فلا جهاد له. تمشي تقتل مسلم عديل تطبحه وتقطع عليه اضنينه وتقطع عليه لسانه وتشيل راسه وتعلقه في الحيطة، الله أكبر، هذا جهاد؟ ده إجرام ما بعده إجرام. قال الشيخ العثيمين
ليس هناك ذنب فيما يتعلق بالمخلوق أعظم من قتل النفس. ذنب فيما يتعلق بالمخلوق ليس هناك ذنب أعظم من قتل النفس. الخوارج ديل والسرورية والمجرمين ديل والإخوان المسلمين بيسموه ده جهاد، ويجي عبد الحي الليلة داري يدجل ويكذب يقول له انه دين داعش. دين داعش شنو؟ منهجك منهجهم، بكفر الحكام بتكفر، بيخرج عليهم بتخرج. سيد قطب قال طريقنا ده مفروش بالدماء والقتل والجماجم، انت بتشكر بسيد قطب يا عبد الحي يوسف، وجاء انصار السنه يدجل لهم. فده كله باطل يا جماعه. سائل يقول ما حكم الخروج على الحاكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية. خلاص انتهى الموضوع. رواه مسلم. يجيك شعبي يقول لك ما معقولة، طيب الترابي لما كان ماسك ليه ما كنت بتقولوا ما معقولة للناس اللي كانوا معارضة يخرجوا على الترابي؟ ليه كان بيدخلوه في الزنازين وتحت الواطة وتقرصوهم بالزردية؟ ليه ليه؟ فالشعبيين ديل والكيزان عموما أرادوا أن يطوعوا الدين على وفق آرائهم وشهواتهم الحزبية البغيضة المريضة، لكن هيهات. ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خروج على الحاكم ما يجوز. المسلم مهما ظلم أو قتل أو سرق أو أكل ما لم يكفر كفرا بواحا، إذا كفر كفرا بواحا فيجوز الخروج بعد توفر الشروط، والشروط توفر القدرة وعدم وجود المفسدة الأعظم بإزالته من المفسدة الناجمة ببقائه. وبعضهم زاد القدرة على تنصيب مسلم صالح مكانه، عشان ما شيل ذاك عب تجيب أكعب منه. سائل يقول ما هي ضوابط التبديع؟ ضوابط التبديع العلماء ذكروها وبينوها وفصلوها، لكن الفصلوها العلماء زول أصلا من أهل السنة وقع في بدعة ظاهرة كالقول بخلق القرآن أو القدر أو الإرجاء، وألحقوا بهؤلاء الأخوان المسلمين والصوفية و جماعة التبليغ وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ديل أساسا هم مبتدع أصلا، ومثل هذه البدع أساسا بتبدع الزول. والسلف ما كان بيشترطوا إنه أي زول لابد يقعدوا معه، أي زول، وإلا ما كان قالوا ديل خوارج كلهم، ما جلسوا معهم كلهم أفرادا. لكن بعد ذلك قالوا في بدع خفية، خفية يقع فيها الإنسان ولو كان من أهل السنة، فده يبين له ويناصح، فإن انتصح فبها ونعمت، وإن أبى وكانت المسألة يبدع بها يبدع، خلاص انتهى البرنامج. ومن تلك الأمور الجلوس مع أهل البدع والمشي معهم، حتى لو زول سلفي منهجه صحيح بيجلس مع أهل البدع يبين لهم ديل أهل بدع، ديل أهل بدع، ديل ماشي معهم، ديل ناس عبد الحي سرورية مبتدعة، قال له بمشي معهم، خلاص هو مبتدع زيهم واحد سروري مبتدع. وهكذا. سؤال يقول صاحب فضيلة الشيخ أو رجاء التحذير من جماعة الدعوة والتبليغ، حيث أنها من الجماعات الضالة ولم نسمع شيئا في التحذير منها في المحاضرة. أسسها جماعة التبليغ محمد الياس الكاندهلوي الدهلوي هندي في مدينة دلهي، وأسسها بحلم، قال أنا دعيت في دلهي هنا ما لقيت حاجة، قال بعد ذاك حلم انه مشى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورقد فوق القبر، قال الرسول طلع من جوا القبر او نادى قال من جوا قال له محمد امضي فانك على الحق. كذاب طبعا، لانه على الباطل وعلى خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذاك قال انطلق. والخلاصه انه صوفيه عصريه زي ما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. واكبر دليل على انهم صوفيه انهم الان هم بيتبعوا للطريقه النقشبنديه. أكبر مسجد لهم في الهند في مدينة دلهي
فيه أربعة قباب وأضرحة لمحمد إلياس ذاته وباقي الجماعة معه أولاده وكذا التابعين له أهله دافينهم جوا المسجد مدفونين جوا الجامع يعبدون من دون الله عز وجل. والآن هم بينزلوا في المساجد تحت الصوفية والمساجد فيها القبور ولا يتكلمون في شرك ولا في هذه القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، وعادي يتكلموا في الأمور المتفق عليها السواك قيام الليل كذا، ودي ما بزول بينكر عليهم ودي أمور متفق عليها أصلا. أو حتى إذا تكلموا في جزء من التوحيد تكلموا في جزء من أنواع التوحيد كان يوحد بها أبو لهب وأبو جهل اللي هو توحيد الربوبية، يقف قدام الناس البلاغي واقف وعامل إزعاج في الجامع والحلة شادينا ورا والبرمة تفور على النار والكافيترات مجدعة والحلل والمعالق وكذا، ويجي يقول للناس الله خلق التراب خلق الجبال خلق الكذا خلق الحصان خلق الواطة خلق السماء. ودي أبو جهل كان عارفة تب بعد كافر، أبو لهب كان عارفة تب بعد كافر. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت المشركين ديل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، منو الخلق بقول لك الله. فما زادوا شيء وإنما ضللوا الناس وضللوا المسلمين ما تسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، وهي جماعة مبتدعة. ما يخشك يديك ريحة في يدك ولا بتاعش امشي اشتري ريحة انت خلاص، ما يديك ريحة يقعد يغشك ساكت، ده المبتدع ضالين يا أخي. سائل يقول إذا خشيت أمي آخر سؤال وهي لا تصلي هل أدعو لها أم تعتبر أنها كافرة مع العلم أنها لم تكن تنكر الصلاة بل تتركها تكاسلا؟ الراجح الذي أعلمه أنه ترك الصلاة تكاسلا كافر بر الإسلام ما مسلم لأدلة كثيرة. طيب فبالتالي ما بيصلي عليها ولا يدعى لها بالمغفرة والرحمة. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لله عز وجل أولا أن وفقنا إلى هذا العمل، ثم نتقدم المشايخ الفضلاء الذين تكبدوا عناء السفر ومشقته فقد وفدوا إلينا من الخرطوم، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ويجعل ما قدموا في موازين حسناتهم وينفعنا وإياهم بما قدموا في الدنيا والآخرة. وشكر موصول